الأخ محمد بصفتك كإمام، يعني أشنو نظرتك في هذا الابتلاء وهذا، يعني ما هو السبب المسبب لهذه الفوضى اللي نايضة وهذه الحملة المسعورة ضد هذا الإسلام وضد هذا النبي الأعظم؟ اللي هي ما غاديش لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، والإسلام قائم بذاته، غير يعني كاين واحد الشيء ربما يكون عندك شي استفسار. هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أنه سيكون ابتلاء. نأخذ آية واحدة، تقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا. إذن الصبر، وإن تصبروا فإن ذلك من عزم الأمور. يا إخوان، يا إخوان، الله سبحانه يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا يجب الاعتداء باسم الدين على الأبرياء. وزيادة على ذلك، اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم وحبه يقتضي أولا نحن كمسلمين أن نغير أنفسنا، أن نتبع سنة الحبيب ونطبق الدين كما أمر الله عز وجل، لأننا نفتح الباب لمنافقين يخربون بوجه حق ويفسدون في الأرض ويعيثون فسادا.